خير يا شيخ، حياكم الله. أبو تركي تفضل يا أخي. إيه نعم، تفضل أبا كيف تركي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا شيخ. أبغى أسألك، أنا عندي مشروع زراعي، نعم، وينتج برسيم، فكل شهر يعني تقريبا فيها حصدة، أي ونبيع الحصاد يعني، فما أدري في عليه زكاة كل مثلا كل حصدة ولا كيف؟ يعني تقريبا هو في السنة ممكن فيه 8 حصدات. يعني تسأل عن زكاة البرسيم؟ اي نعم، ايوه. طيب يعني عند حصاد لما نحصد، ماشي هو ماشي، تقريبا يمكن كل شهر كذا في حصده. تسمع الجواب ان شاء الله، تسمع الجواب ان شاء الله. حياك الله، الله يحييك يا اخي، اهلا وسهلا. ابو محمد تفضل يا ابا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ. انت من عمان ولا من عمان؟ من عمان. عمان، ما شاء الله. حياك الله يا شيخ. حياك الله يا اخي. في الله. الله يجزاك خير. يا شيخ، أنا أعمل في جمعية، هذه الجمعية تجمع فيها مبلغ من المال شهريا، وهناك تدقيق نهائي عقب 5 أشهر تقريبا، فهل يمكن أن نستخدم المبالغ هذه لحد الحساب النهائي أو الختامي؟ كيف يعني تستخدم المال الأموال هذه؟ يعني ممكن أصرفها لأشياء شخصية. تأخذ منها أنت لقروض شخصية؟ ايوه، لحد ما الحساب النهائي بعد 5 أشهر ممكن نرجع المبلغ هذا. وهي أمانة عندك، يعني أنت مؤتمن عليها؟ اي نعم. تمام، جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله يا أخي. أم أحمد تفضلي. أم أحمد تفضلي. أم أحمد. ألو. أيوة نعم يا أم أحمد. ألو، معك. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، أنا بسألك عن الوالدة، مريضة، أي مصابة بشوي جلطة يعني، وهكذا، أي وبه شوي بعد قلب، أي وما صامت، أي ويعني هي ما بحالة فود، يعني بتطعم كثير وهكذا، أطعمنا يعني 400 دفعنا له، عندها معامل أجنبي يعني مصري وهكذا، ودفعت له ودفعت له واحد سوداني، أي يعني فلوس، وصدنا طعام شوي هاللون يعني، أي طيب، أي وهي ولا معها عقلة الحمد لله، ما عليها يعني بالحيل، طيب، بس إنه سكر وضغط وقلب و... طيب أي، والوالد أي العام ما صام رمضان، صام 8 أيام ومرض، أي وهالسنة الحمد لله يعني تعافى شوي وصام، اي والعام اطعمنا عنه ولا ما قضى، اي ما قضى يعني اللي فات عليه، اي بس انه اطعمنا عنه وما صام رمضان الا 8 أيام. نعم، وهالسنة الحمد لله يعني متعافى، ولهم قاعطل ما يثوق، وبو بعد عنده ضغط وعنده شوي قلب، ياخذ علاج، وهالسنة تعيل يفطر وصع، نعم، ولا هم قاعد لا يمشي نزم ونركزه يعني، ها وش ما حكم ذلك إن شاء الله. طيب خليك. طيب طيب الأخ يوسف. طيب، وأنا متبقي على يوم، أنا صغيرة صيام شهرين لنا حافظة، أي وصمت منهن 20 يوم، أي وكل سنة يصوم 6 يعني، أي بس ما أدري هو لي صيام 6 يعني من شوال ولا. طيب خير إن شاء الله. أخ يوسف من ليبيا تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ ياك الله. يوسف يا شيخ محمد، أنا لدي سؤال بس. طيب يا يوسف، بس يعني وطي صوت التلفزيون وكلمنا من السماعة بس. حاضر يا شيخ محمد، أنا عندي مبلغ من المال، أيوة، وأريد أن نخرج عليه الزكاة، أي لكن أنا نسكن مع والدتي في الحوش، ونجمع في المبلغ هذا باش ناخذ منزل بروحي، أيوة، هل يجب علي الزكاة في هذا المبلغ أو لا؟ طيب بارك الله فيك، أحسنت، حياك الله. طيب الأخ محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت موظف الخطوط السعودية ومتقاعد، أي حبيت أعرف
مدى الراتب، اخذ راتب تقاعد، ابغى اعرف هل هو حلال او حرام. طيب شكرا لك. حياك الله يا اخي، اهلا وسهلا. نود من الاخ المخرج الكريم ان يقف قليلا عن اخذ الاسئله حتى نتمكن من اجابه بعضها. سؤال يقول: صلاة التراويح للرجال في المسجد، قلنا بأنها الأفضل أن تصلى في المسجد. صلاة التراويح هي 20 ركعة، الأفضل أن تصلى 11 ركعة أو 13 ركعة 13 ركعة، وكلاهما ورد في الحديث الصحيح، والزيادة جائزة. يعني الأفضل 11 ركعة أو 13 ركعة، فإن زاد فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. تقول: حامل في الشهور الأولى تعبت تصلي جالسة، إذا كنت لا تستطيعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فربط الحكم بالاستطاعة، ربط وجوب القيام بالاستطاعة، فإن عجز عن القيام جاز له أن يصلي جالسا، وأنت تعلمين حالك، وكذلك الركوع والسجود، هل يستطيع أم لا؟